بكامل الشكر للجمهور اللي يتحمل يعني التعب ديال السفر رغم بعد المسافه، وكان يعني ساندنا مسانده قويه وما كان لا شغب لا والو. الحمد لله نتقدم بكامل الشكر الى جميع اللاعبين والطاقم التقني واعضاء المكتب المسير، وهذه كما وعدنا الجمهور باننا سنشتغل من ارجاع فريق الاتحاد البيضاوي المكانه الصحيحه ديالو. هذه اما الى بدايه بان فريق الاتحاد البيضاوي فريق كبير عنده جمهور كبير وتاريخ كبير، هذه هي البدايه. سنشتغل بجديه لارجاع فريق الاتحاد البيضاوي للمكانه الصحيحه ديالو، سينافي في فريق الاتحاد البيضاوي الفرق الكبرى، كما سيحقق ان شاء الله باذن الله القاب افريقيه ان شاء الله باذن الله، وسنحقق العوده الى قسم الوطني الاول المكانه الصحيحه لفريق الاتحاد البيضاوي في اقرب الاوقات ان شاء الله. وكامل الشكر كامل الشكر لمن ساعدنا جنود الخفاء من بعيد او من قريب، وهذه الكأس كنهديوها للرياضي الاول صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده من الحي المحمدي، الحي المحمدي المعروف وذاكرة الحي المعروف، الكل كيعرف حي المحمدي، ابناء الحي المحمدي كونوا واثقين بان فريق الاتحاد البيضاوي اليوم في ايادي امنه، فريق الاتحاد سيقول الكلمه ديالو ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله القريبه ان شاء الله القريبه ان شاء الله. اتقدم بكامل الشكر الى جميع اللاعبين.